مثلا اليوم محمد العرادة حاب انه يكتب كتاب وما له خلق يروح وزارة الاعلام، ما له خلق ياخذ، مجرد انك انت اليوم توقع معي عقد نشر هذا الكتاب، والكتاب هذا يوصلني عن طريق فايل وورد، انت راح تستلم في نهاية الموضوع نسخ، نسختك في الكتاب. طبعا احنا عادة في قرطاس نشرك المؤلف في كل خطواتنا، بمعنى لو دخلنا اليوم تصحيح لغوي للكتاب راح نبلغ المؤلف ترى احنا اليوم دخلنا تصحيح، راح توصل لك النسخه المصححه. شوف احنا النسخه المصححه نبعثها ثاني مره للكاتب، لان احنا نعمل على تعديلها وتنقيحها، فناخذ موافقه الكاتب. لما نذهب الى المكتبه الوطنيه نبلغ الكاتب، احنا اليوم رحنا للمكتبه الوطنيه، رحنا وزاره الاعلام، نعطيه بالتفصيل، يعيش معانا لحظه بلحظه. لما يخرج نعمل احنا بروفا حق الكتاب، يكون الكاتب موجود معانا ويعدل معاكم ويعدل على البروفا، ويقعد مع المخرج ايضا عندنا داخل يقول والله اللون هذا معجبني عدله كذا كذا، يقعد معانا ويشاركنا في صناعه الكتاب.